وجدت نظرت إلى أي أندونيسي استجد أن في جيبي جهاز تليفون متنقل موبايل، النت والسمارت فون. تستخدم البرود باند الثابتة، ولذلك فإن طريقة العمل غير جيدة، لكن هذه الأنشطة مفيدة للنشاط الاقتصادي وبعضها للتسلية، ولذلك ليس له قيمة اقتصادية للبلد، وبالتالي علينا أن نعدل البرامج لكي تكون في خدمة الاجتماع. في هذه الجلسة وبناء على خبرة إندونيسيا، الأطراف المتعددة في الدولة مفيدة، لأن القانون منذ عام 99 نظم سياسة الاتصالات السلكية واللاسلكية في البلاد، وأقصد بالذكر المادة الخامسة من القانون، وبالتالي فنحن نرحب بتبادل الأفكار والعمل مع الجهات المستقلة التي تم إنشاؤها لهذا الغرض. بدلا من أن أستغرق وقتا طويلا في التقديم، أدعو الميسرين للبدء في هذه الجلسة. السيد أديل أبروغان من أفرونكت، فلتفضل. اسمحوا لي بكلمات قليلة عما هو موجود على الشاشة. هذه مجموعة لتحسين IGF حول سياسات أو مسائل السياسات، وهي مدخلات عامة، أرجو أن تضعوها على الشاشة مرة أخرى لأنها سنستشهد بها في مناقشاتنا، ولعلها تجيب على بعض الأسئلة التي ستوجه في خلال هذه الجلسة، لأنها تشير إلى نتائج ملموسة تم التوصل إليها. هذه الجلسة ستتفق على المبادئ المهمة للتعاون بين الأطراف المتعددة، والIGF تؤيد هذا التعاون بين الأطراف المتعددة، وآن الأوان أن نطور هذه العملية. بهذه المقدمة نريد أن نبدأ. تفضلوا. شكرا جزيلا الماركوس، شكرا رئيس الجلسة. هذه الجلسة مهمة جدا في سياق هذا المنتدى. تحدد الأطراف فكرة تتكرر باستمرار وفي هذه الجلسة والجلسات التالية ستتكرر هذه المسميات، وعلينا أن نحدد ما هي المبادئ الرئيسية التي تجعل سياسة المنتدى تهم كافة الأطراف، وعلينا أن نحدد المبادئ اللازمة لذلك. تعدد الأطراف لا يعني فقط مخاطبة حوكمة الإنترنت، بل التعامل مع أي شيء يتعلق بالتعاون، وكل ما يستدعي العناية للتعامل مع المسائل المعقدة. هذه المبادئ يتم وضعها لكي نطبقها بسهولة في التعامل مع هذه القضايا، ويمكن الاستعانة بخبرات المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة وكافة الأطراف المتعددة في التعامل مع هذه القضايا المعقدة، لأننا عندما نبدأ في البحث
بعمق في تطبيقات الأطراف في مختلف الموضوعات في مختلف الدول في مختلف المناطق، سنجد أن هناك اختلافات، بعض الاختلافات، لكن علينا أن نجد الأرض المشتركة، القاسم المشترك لهذه الأطراف المتعددة حتى يمكن أن نقيم بعناية المضاعفات والتأثير على التعامل مع هذه القضايا المعقدة. إذن هذه الجلسة ستكون فرصة لنا لمقابلة أو مواجهة التحديات فيما يتعلق بماهية تعدد الأطراف والمجالات التي تم استكشافها من قبل الأطراف المختلفة. هذه بطبيعة الحال ليست جلسة للمتحدثين، بل نحن كلنا في هذه القاعة جزء من المنصة، كلنا نمثل المتحدثين، وعلينا أن نتبادل الآراء حول تعددية الأطراف، وهي جلسة عصف ذهني الغرض منها استخلاص الأفكار. هذه الجلسة فيها 4 عناصر مختلفة، أطلب من ماثيو أن يعطينا مزيدا من التفاصيل عن هذه العناصر 4. اسمي ماثيو شيرز، من فرع التكنولوجيا والديمقراطية. لدينا عدد من المقاعد المفتوحة الفارغة حول هذه الطاولة، أدعوكم أن تأتوا وتجلسوا على الطاولة، الميكروفون هنا يسهل مشاركتكم، وهناك تليفون متحرك أيضا، فندعوكم جميعا أن تطلبوا الكلمة وتشاركوا معنا. ارفع يدك واطلب الكلمة عندما تريد. هذه الجلسة الغرض منها 1، تعريف مبادئ الأطراف المتعددة، وسنراجع الأعمال التي تمت حتى الآن، ونطلب كما قال أديل من بعضكم الحديث عن مبادئ تعددية الأطراف. الجزء الثاني هو النظر في بناء بصفة عملية في التحديات التي نواجهها في تنفيذ التعددية الأطراف في وضع السياسات، وكيف نتغلب على هذه التحديات. الحاضرون الذين لديهم خبرة في هذه المجالات نرجوهم أن يساعدونا في شرح ذلك وإبداء آرائهم. الجزء الثالث من هذه الجلسة هو كيف نعزز تعددية الأطراف، كيف نضمن تنفيذها في المنتديات الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. هذه هي الأهداف الثلاثة من هذه الجلسة، وكما قلت ندعو الجميع إلى المشاركة. إذا كانت هناك مبادئ مررتم بها في مجالاتكم أو لا نحن لم نتعامل معها، أرجو أن تذكرونا بها، والهدف هو الحصول على أفضل معلومات خلال الساعة ونصف لتبادل الآراء والخبرات، وهذا يشجعنا أيضا على الحديث عن تنفيذ التعددية عندكم والأفكار التي يمكن أن تساعدنا على فهمها. أريد فتح الجزء الأول من الجلسة، وهو استعراض ما تم عمله حيال هذه المبادئ، مبادئ التعاون بين الأطراف المتعددة. مجموعة العمل عملت 3 أشياء. أولا جمعت مجموعة من المبادئ، وبالنظر إلى هذه المبادئ ونظرت في هذه المبادئ الموجودة، وعقدت ورش عمل في اليونسكو وفي أماكن أخرى لدراسة هذه المبادئ، وكانت هناك أيضا عملية للاستفادة من هذه المبادئ لاستخراج المبادئ المشتركة فيها. هذا الهدف، هذه الغاية تسهل أعمالنا لاستكشاف ما يمكن أن نسلط عليه الضوء من تلك المبادئ وتلك التي تستحق منا مزيدا من المناقشة.
سأطلب منهم أيضا أن يعطونا فكرة عن العمل الذي تم وكيفية تنفيذه في المستقبل. تم استخلاص التالي المبادئ التالية تم التعرف عليها. أولا عمليات مفتوحة صريحة وشاملة. ثانيا المشاركة، أي عمليات تمكن كافة الأطراف من المشاركة والعمل المشترك. ثالثا المشاركة والمساهمة، تعني القدرة على المساهمة في والاشتراك في صنع القرارات. رابعا الشفافية في العمليات وصنع القرار وكيفية صنع القرارات وانعكاساتها. وأخيرا المساءلة، أي الآليات للمراجعات والتوازنات ومنهج صنع القرار. مرة أخرى دعوني أكرر هذه المبادئ من مجموعة عمل IGF: العمليات، المشاركة، الإسهام، الشفافية، المساءلة، وصنع القرار. صنع القرار والإجماع، هذه ليست كل المبادئ، ولكننا نرحب بفتح الباب للمناقشة. ربما يكون لدينا 4 أو 5 متحدثين يستعرضون ما لديهم من معلومات في بلادهم، ثم نفتح المجال للأسئلة للتعامل معها. ما قد يكون غائبا من المبادئ أو ما لم يتم تناوله. سنحاول كتابتها على الشاشة. ندعو عائشة حسن من ICC Basis، هل هناك ميكروفون؟ عائشة هل يمكن أن تقتربي من الميكروفون؟ شكرا جزيلا ماثيو. في فبراير اليونسكو نظمت اجتماعا في باريس حول مبادئ الأطراف المتعددة، وكانت حضرها شركات ومجتمع مدني وأكاديمية وحكومات. ومن هذه المناقشة تم تحديد عدة توصيات، منها المبادئ التي حددتها يا ماثيو في مقدمة المناقشة. ناقشنا عملية مبادئ التصميم الأساسية ومبادئ العمليات ومناهج أو الأطراف المتعددة، وتحدثنا أيضا عن وضع الأجندات والعمليات والتقدم في مشاركة الأطراف المتعددة وإسهاماتهم وأشياء من هذا القبيل. نقطة أخرى تم استيضاحها وهي الفرق بين الحوكمة وغياب الحوكمة عن الإنترنت، ووضعنا أشكال معينة لاستكشاف التحديات الموجودة، وخاصة في بناء القدرات وفي المشاركة الفعالة، وأكدنا على تعزيز دور المجموعات وإدارة الصراعات والخلافات وشرعية العمليات بأكملها. تحدثنا أيضا عن
تطوير آليات للنموذج الأطراف المتعددة وكيفية تنفيذ العمليات التي تتعامل مع مشاكل محددة. كما ناقشنا أدوار الأطراف المتعددة في نظام التعددية، وناقشنا مختلف الموضوعات التي تهم مختلف الأطراف، وكانت هذه مناقشة جيدة جدا عقدت في فبراير. ومنذ ذلك الحين ستكون لدينا ورشة عمل غدا مع حكومة البرازيل وآي سي سي بيسز، ما ستعمل مناقشة مع مختلف الأطراف بالإضافة إلى مناقشاتنا اليوم. نقطة البداية إذن هي أن نستمع إليكم وأن نطور هذا الموضوع. ورشة العمل ستركز على المصطلحات والتنظيم، وعندما ما هو المقصود بكلمة مفتوح وما هو المقصود بكلمة مشاركة وغيره، وستكون هذه لبنات بناء لاستمرار المناقشة، وسأجيب عن أي أسئلة تعن لكم. شكرا. من هل هناك استجابة أو رد أو تعليق لعيشة الآن؟ نعم، حسنا، فلننتقل إلى النقطة التالية. أطلب من البروفيسور أوميد من سي جي بي آر إذا كان موجودا. سنعود إليه عندما يأتي. هل يمكن أن نسمع من المجتمع المدني؟ شكرا لمسيو. كانت هناك مناقشات لم تختتم بعد ولكنها ما تزال جارية، وهي مناقشات مفيدة دارت بين مجموعات المجتمع المدني والتحالف المجتمع المدني. وكانت هناك كان هناك اجتماع قبل هذا المنتدى يوم الأحد. المناقشة تكونت من حوار مفتوح حول تعريف التعددية، تعددية الأطراف، وتم فيها تبادل الأفكار والمصطلحات وتحديد المشاركة إلى آخره. ويسعدني أن أشارك ببعض هذه المعلومات معكم أثناء وجودي في هذا المؤتمر حتى أجيب عن بعض الأسئلة بمزيد من التعمق. تحديد التعددية الأطراف، كان هناك إحساس قوي بأن هذه العمليات ضرورية لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد، وليس هناك تصارع بينها وبين المشاركة لأنها شكل من أشكال الديمقراطية. عمليات الأطراف المتعددة تركز على التعبير عن الصوت والعدالة الاجتماعية وتأسيس تعميق المشاركة الديمقراطية. عمليات الأطراف المتعددة أيضا تدور حول الشفافية والتوثيق وتوثيق الخلافات والمناطق الاتفاق وزيادة توضيح المفاهيم وربطها بالأيديولوجيات المختلفة سواء كانت اشتراكية أو شيوعية أو أي شكل من الأشكال الأخرى. كان هناك جدل حول هذه الأفكار بين مختلف الشركاء والأطراف المتعددة، وشملت موضوعات وقضايا أخرى، وكلها كانت موضوعات مهمة. فيما يتعلق بالمبادئ لا تزال المناقشات جارية،
شاركت ناقشنا أولا المشاركة والنماذج المختلفة للمشاركة والمشاركة أيضا في صنع القرار ونتائج ذلك، وتحدثنا عن التشاور ومفهوم التشاور والعمليات الحكومية في هذا الشأن، وأكدنا على مبدأ الشفافية. من المفهوم أن المجتمع المدني لابد أن يطبق هذه المبادئ على نفسه أيضا. المشاركة في السياسات تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى إقناع حتى يمكن للحكومات أن تتقبلها. المبدأ الثاني كان يتعلق بالمساءلة والمحاسبية. نحن كمجتمع مدني لابد أن نقبل مبادئ المحاسبية والشفافية، ونريد أيضا أن يكون هناك فهم مشترك لهذه المفاهيم، أخذا في الاعتبار أن الحكومة أيضا قد تكون لها رأي مختلف فيما يتعلق بالمحاسبية عن رأي يختلف عن رأي المجتمع المدني مثلا. فبالنسبة للمسؤولية لابد أن تكون المجتمع المدني على دراية وإخباره أو تزوده بالمعلومات اللازمة. المبدأ الثالث كان حول التبادل بين المجموعات المجتمعية المختلفة المشاركة في العمليات مع الحكومة. أيضا تحدثنا عن عدالة الإجراءات وتنوع في النقاط الرئيسية، ليس فقط بين الحاضرين في المناقشة بل على مستوى المجتمع العريض. كانت هناك أيضا مناقشات حول مجموعة من المبادئ الحكومية لتصل إلى الغرض العام أو الهدف العام. كافة هذه المعلومات والوثائق موجودة أونلاين، ويمكن الدخول على الموقع للحصول عليها. وأكتفي بهذا القدر. وهناك ورقة عمل لم يتم اكتمالها بعد وما زالت قيد البحث. شكرا جزيلا على هذه النقاط. هنا نستمع من نينا وهي ستعطينا منظور من الاي جي اف الاصلي وما تمخض عنه من مبادئ حتى الان. اسعد الله صباحكم بكل خير. الان رئيسي موجود معنا وهو الرجل في اخر وهو يرتدي الكاب وهو يعمل في اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لأفريقيا، وهو يعمل للاي جي اف في أفريقيا، وهو الذي يعمل في الأمانة التي استضافت اليو ان اي سي اي والاتحاد الأفريقي. انني لا سأتحدث وسأستجيب باختلاف طفيف حول فهم المستند إلى الخبرة، وأقول الكوت ديفوار ومنطقة غرب أفريقيا. النقطة الأولى التي أود أن أتحدث عنها هي نطلق في القمة ونقوم بالحفر على أكبر قدر من العمق في أفريقيا. نحن بحتاج إلى الجميع من
أمن أفريقيا نحتاج إلى المشاركة أو مفاوضي الاتحاد الأوروبي والشخص العادي في الشارع. وأعتقد أننا لدينا قضايا بأن الناس لا تحصل على المعلومات الهامة في الوقت الذي يحتاجونه. إذن فإنني أتحدث هنا عن تشاطر في المعلومات والقيام بهذا في التوقيت المناسب وعلى المدى الطويل أن يفهم الناس أن يكون هناك فكرة التحدث ترسل خطابا تقول أن هناك الويج قد انعقدت بالآي تي يو ولا يوجد من يفهم ما هي يعني الام اس. هل تعتقد أننا نتشاطر وأيضا نتحدث عن السي اي او إنها علينا أن نعطي معلومات باللغة التي يفهمها الجميع وليست فقط أن نتحدث وفي أفريقيا نتحدث الإنجليزية والفرنسية والبرتغالية واللغة العربية. إذن فمن الأهمية بمكان عندما نقوم بهذا بلغة يفهمها الناس وأيضا المتطوعين تعزيز وتشجيع المتطوعين. 90% من عمل الاي جي اف تقوم على اساس توعية وما لن نبقي هذا الاتجاه التوعي فاننا سنطلق او سيذهب عن عدد كبير من اصحاب المصلحة المتعددين. اذا الشيء الثاني هو المشاركة عن بعد لان هذا سيسمح لمن لم يستطع المشاركة ان يشارك. المرونة حول التواريخ وأن نتفق عليها. في نيروبي لدينا الصعيد الإقليمي والوطني ودون الإقليمي. إذن فعلينا أن نقوم أننا في نهاية العالم قبل الاي جي اف العالمي لكي نعطي الوقت للبلدان والمناطق دون الإقليمية بالقيام باجتماعاتها. إذن هناك قائمة بإرسال البريد أو قائمة البريد وأعتقد أن معظم الناس التي تتعاون مع أفريقيا والذين يقومون بمكالمات مفتوحة أعتقد أنه من الأهمية بمكان القيام بهذا وأن نضعها في مقدور الجميع الذي لديه هذه الفرصة ويمكن لماركو أن يوافق معي. إذا وضعي موقع على الإنترنت. بعض المناطق ليست لديها المواقع الإلكترونية المستقلة وهذا يؤخر مشاركة الأشخاص وأعتقد عندما يكون هناك موقع للآي أف جي على أفريقيا أعتقد أن مارك كان غاضبا للآخر وكتب للجميع وقال إن هذا ما نتلقاه من أموال لقد تلقينا هذا المبلغ من هذا الشخص أو ذاك وإجمالي الأموال هذا الرقم. وأعتقد أن أميتي بمكان بالنسبة لنا في أفريقيا أن نتوخى الوضوح في كثير من التواصل نقول كم من المبالغ موجودة وأتت من أين وبهذا يصمت الجميع. شكرا جزيلا لأولئك أو هذه العناصر الرئيسة التي كانت وراء نجاح الاي جي اف ولكن أيضا تدعم نهج أصحاب المصلحة المتعددين في إطار الاي جي اف وفي عملية الاي جي اف. والآن سننصت إلى البروفيسور المدى وأعتقد أنه غير متواجد. إذن ماركوس الذي سيعطينا منظور مختلف حول بدع المبادئ التي تم العمل عليها داخل المجتمع. شكرا جزيلا. أود أن أنقل الكرة إلى جون بول الذي كان يعمل على بعض المبادئ من أرن. شكرا ماركوس. إذن بالنظر إلى
مسألة المبادئ وبعد من العمل الذي تم في الماضي، وأن أحد الأمور التي اكتشفناها هي وذكر في تعقيبات سابقة تتعلق بالعمل الأساسي. هنا سؤال، ما هو المنطق وراء أصحاب المصلحة المتعددين، وكيف نفرق بين ما نستخدمه فيما يتصل بتعاوننا؟ وإذا استطعنا أن نتخيل أننا نحن هنا جميعا لكي نحل بعض المشاكل، نحن نعمل على ما يشابه إدارة المؤتمر أو لإدارة الأنتر أتيكا أو غازات الدفيئة، أو نستخدم أو نصل إلى هدف مشترك، وأن نقرر ما هي آليات أصحاب المصلحة المتعددة. وهذا يمكن أن يساعدنا على أن نفهم فهما جيدا نهج أو تعاون أصحاب المصلحة المتعددين، أو من أو آليات إشراك أصحاب المصلحة المتعددة، وأن لدينا اتفاق تقريبا حوله، ولدينا بعض الأشخاص الذين يستخدمون نفس الكلمات منفتحة واشتمالية وتشاركية والشفافية والمساءلة. إذن فإنني أعتقد أننا نعمل على إشراك أصحاب المصلحة المتعددين باستقلال عن سياق الإنترنت يمكن أن يكون مفيدا، لأن هذه مشكلة أكثر عمومية، والتي يمكن أن تسمح لنا بأن نفهم هذا الجزء على نحو جيد. وأعتقد أن هناك مصطلحات متداخلة في محاولة لكي نيسر ما يدور من عمل، بالإضافة إلى منظمات تقنية للإنترنت. ومن الصعوبة بكان أن نتحدث عن المساءلة أننا أن نتحدث عن الشفافية أولا، لأنه شبه من المستحيل أن نبني المساءلة دون وجود الشفافية. نفس الشيء عندما نتحدث عن الانفتاح والاشتمالية والمشاركة وأن تصبح موضوعا مشتركا. إذن لا أعتقد أننا ابتعدنا عن ما يمكن أن يعتقده الناس، إن العمل على أن نتبين ما هو إشراك أو آليات إشراك الأصلاح المتبادلة دون خارج إطار الإنترنت يمكن أن يكون مفادا. ثم نستخدم إشراك أصحاب المصلحة المتعددين مبدأ واحد في كيفية التعامل مع تعاون الإنترنت، ثم بعد ذلك يمكن أن نتحدث عن مبادئ الأخرى بخلاف آليات إشراك أصحاب المصلحة المتعددة، لأننا نفهم هذا الجزء على نحو جيد. شكرا جزيلا. دعوني أقول، أردت رفع الأيدي قبل الحديث حتى نستطيع أن نستمع إلى أكبر عدد من المداخلات. أنا بار مايندر من الآي تي، وإنني أعتقد أنني أتفق تماما مع جون لكي أرى الأمور بطرق وفي إطر وفي مسارات متعددة. وعندما أتحدث عن أصحاب المصلحة بخارج آلياتي التعاون في الإنترنت، وأعتقد أن هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى بعد التعرف عليها. وأعتقد أن هناك أيضا الماند فيديو للناس التي تستطيع أو تتعلق أو تريد أن تأخذ هذا في خارج الإطار. ولكن أقول إن في البداية إن مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين تأتي من مشروعات، وأيضا البنك الدولي يرسم الطريق، وعلينا أن نجمع الناس خارج هذا المكان والذين تتأثر حياتهم وصناعاتهم، وأيضا أن نجري مناقشات ومشاورات حية قبل أن نتوصل إلى قرار.
أما فيما يتصل بفكرتي المتعلقة بالمشروع، وأعتقد أن بما يتعلق بالحوكمة وأيضا الديمقراطية وآلياتي أو فكرة أصحاب المصلحة المتعددة، إذا كانت أداة لتحقيق الديمقراطية ينبغي أن نبعد أنفسنا عن الديمقراطية، وأن يكون للجميع هناك مساواة. وإذا عملية الديمقراطية إذا كانت أداة للديمقراطية، ينبغي أن نفكر وتبين أن هذا يزيد من قوة أولئك الذين لا يتم تمثيلهم على نحو ملائم والمتواجدين بنحو كافي في عملية الديمقراطية. إذن ينبغي أن يكون هناك مبدأ لقياس كل مبدأ وفقا ل اختلال القوة، وهذا يؤثر على قوة المستبعدين أو المهمشين ويزيد من قدرتهم على التمثيل، وأيضا عملية القرار المستندة على التوافق. وأعتقد أننا يمكن أن نصل إلى هذا في قدر الإمكان، على الأقل نستطيع أن نتحدث عنه. وإبراهام لينكولن، وإذا ما لاحظناه وإذا ما يمكن أن تعرف ما حدث بالنسبة للعبودية، وأعتقد أن السلطة والتوافق، وأعتقد أن هذا إنني أقول أننا بحاجة للدراسة، وأعتقد أننا يمكن أن نلزم أنفسنا بالقرارات القائمة على التوافق. شكرا بامردر. هناك سؤالين ثم ننتقل إلى المناقشة الأخيرة. شكرا جزيلا نالجل هيكس. أنني أعتقد أننا بمحاولة تعريف نهج أصحاب المصلحة المتعددة يمكن أن تكون مضرة إلى حد ما. أستطيع أن أرى مزايا وجود المبادئ، ولكن أنني أعتقد أن المبادئ التي المحنة إليها هي المبادئ التي أشار إليها ماثيو وقرأها من قبل. أعتقد أننا يمكن معقدة، وفي الآيكان وعملية الآيكان المتعلقة بأصحاب المصلحة المتعددين أعتقد أنها معقدة إلى حد كبير. إنني أقول أننا ينبغي أن نتوخى الحذر، أننا بالرغم من أننا ينبغي أن يكون لدينا مبادئ نلتزم بها، ما هو نهج أصحاب المصلحة المتعددين وما هو غير المنهج، ينبغي أن ننظر إلى عمليات مناهج أصحاب المصلحة المتعددين، إنها آلية تتقدم إلى الأمام. وإذا ما نظرنا إلى الوراء، ما قامت به الحكومات منذ 10 أو 15 عاما كانت في وضع صعب للغاية عندما يتعلق بالتعاون والحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين. إنها رحلة، ومن ثم علينا أن نفهم أن الناس في مراحل مختلفة من الرحلة، ونقول أن هذه ليست العملية وهذه هي العملية، وهذا يمكن أن يكون خطر، لأننا في ختمة المطاف نريد أن نصل إلى موقف شفاف ويستمسك بهذه المبادئ. نحن نريد عمليات أصحاب المصلحة المتعددة تستمسك بالمبادئ، ولكن الناس ليست على نفس القدر من الرحلات في نفس الوقت. شكرا جزيلا. لدينا مشكلة فيما يتعلق بما هو مكتوب على الشاشة، هل نستطيع أن نحل هذه المشكلة؟ هل هناك أي ملاحظة؟ ما كان؟ شكرا ماثيو، أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. أريد فقط أن أواصل على ما قيل من قبل، لأن الاي جي اف الأفريقي عقدنا دورتين حول مبدأ أصحاب المصلحة المتعددين، وتوصلنا إلى بعض التوصيات التي تم إقرارها، وأنا يمكن أن أنقلها الآن أو في أي جلسة أخرى.
أعتقد أنه من المفيد أن نستمع إليها ما لم تكن طويلة. لا، ليست توصيات كثيرة، ولكن في الواقع ما قيل أن المشاركة العملية في عملية أصحاب المصلحة المتعددة ينبغي أن تكون مفتوحة للجميع، وأن يتم تشجيعها، وأن يتم صياغتها على المستوى التشريعي. وأيضا أنه المبدأ الثاني والأهداف والعمليات ينبغي أن يتم الموافقة عليها من قبل جميع أصحاب المصلحة المتعددين. وأيضا المشاورات ينبغي أن تقع في المراحل الأولى من صنع السياسات، ومن ثم ينبغي أن يتم تحسينها في عمليات التنفيذ. ومجموعات أصحاب المصلحة ينبغي أن يتم تعزيزها وأن تنقرض انقراضا فعالا على جميع المستويات. الوثائق والوقائع والإفادات ينبغي أن تكون مفتوحة، وأيضا تعدد اللغات ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار حتى يتم السماح للجميع أن تشارك بكل ارتياح وكل راحة بكل راحة. وأيضا المشاركة عن بعد ينبغي أن يسمح بها ذلك. وأيضا التوصيات المحددة ينبغي أن تستهدف الجميع، جميع أصحاب المصلحة والشباب والحكومات والمؤسسات الأصلية والمجتمع المدني وأيضا مجتمع التقني. شكرا شيرس. عائشة، أريد أن أقول أن ما أثير من نقاط وما أثاره نايجل، أعتقد أننا إذا عقدنا مناقشة حول النوعية المختلفة لعمليات أصحاب المصلحة المتعددين والمبادرات والفرص، أعتقد أنها ستكون مفيدة عندما نتوصل للمبادئ. لا علينا أن نخاف في أن نثير الأمثلة المختلفة ونثير في الورشة 41 التي ستنعقد في الغد. أعتقد أن هناك سؤال عندما يكون هناك إطار للمبادرات الوطنية، بمعنى أن يكون هناك رجل أعمال وأحد الأكاديميين لأي شخص هذه أصحاب المصلحة المتعددة، بينما لشخص آخر هذا لا يعتبر كذلك. ولكن السؤال هي الفعالية، إن الأمر لا يتعلق بإنشاء كيان ما، ولكن أعتقد أنه في تطوير عملية الصناعة والقرار أن يكون هناك وجهات نظر لكل أصحاب المصلحة المتعددين، ثم نسأل أنفسنا ما الذي نخسره وما لم نلتزم ببعض المبادئ. يعني عندما ننشئ أي كيان ونطلق عليه أصحاب، أو هذا إطار أصحاب المصلحة المتعددين. شكرا. سوبي، شكرا ماثيو لإعطائي الكلمة. اسمي سوبي وأنا صحفية وأدرس في الجامعة، وأن تمثيل ل 25 ولاية في البلاد فيما يتعلق بالتنوع، فيما يتصل بأكثر من 840 مليون تليفون محمول و 160 مليون يتمتعون بخدمة الإنترنت. أعتقد أن مبدأ أصحاب المصلحة المتعددين ليست شيئا لا يثير الكثير من المناقشة، وأعتقد أن التعريفات ليست فقط هي الطريق إلى الأمام. أريد أن أخذ خطوة للوراء وأطرح أسئلة، وهذه أسئلة هامة عندما نتحدث عن أصحاب المصلحة المتعددين. من الأصوات التي نستمع إليها، وما هي الأصوات المستبعدة؟ وأعتقد أن هذه أسئلة بالغة الأهمية عندما نتحدث عن العمليات والديمقراطية وأصحاب المصلحة المتعددين. وأيضا من الأهمية بمكان بالمثل أن نتفهم ما هي شرعية كل صاحب مصلحة فيما يتعلق بمرجعية والإعراب عن الآراء والأفكار. وأريد أن أبين هنا عندما يكون المنصة صحيحة والفكرة صحيحة وأن يكون هناك تمثيل ولكن ليست المشاركة، وعندما يكون هناك مسألة لا تأتي بدون شفافية، وهذا يليد إلى فعالية أفضل.
وهل الأصوات المجمعة هامة والاستماع إلى أصوات جديدة من القاع من الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية لا يعد جانب بالغ الأهمية من أصحاب المصلحة المتعددين، وعلينا أن نتحدث عن العملية من أسفل إلى أعلى والاشتمالية، وهي نقطة بلغت الأهمية في التاريخ. وأعرف أن هناك مشكلات، ولكن أقول أن هذه مشكلات جيدة علينا أن نحلها، وأريد أن أتشاطر مع خبرة في الهند عندما نتحدث مع الشباب، لأن الشباب لا يتحلون بالأدب وهم يسألون أسئلة حادة. وأجرينا موائد مستديرة واستمعنا إلى أصوات إلى المئات من الشباب، وتحدثنا عن ما هي نوعية الإنترنت التي يريدونها. عندما نتحدث عن أصحاب المصلحة المتعددة، أجندة تونس والفقرة أو المادة 43 تتحدث عن المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والإعلام والشباب والصناعة والحكومات. عندما نتحدث عن الحكومات لديهم دور هام يتطلع بها ومن الأهمية بما فهن، ما عندما يتم أن الحكومات تخلق البنى التحتية، وهذا يمكن أن تفيد أصحاب مصلحة متعددة أخرى. ولكن نفرق بين الحكومات والحوكمة، لها نفس القدر من الأهمية. أجندة تونس تتحدث عن تطوير والتطبيق من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من دورهم من المسؤوليات المشتركة فيما يتعلق بالأدوار واتخاذ القرارات. ألا يمكن أن نتفق والفهم المشترك لمبدأ أصحاب المصلحة المتعددين وأيضا الحكومات وحوكمة الإنترنت مبدأ هام، لأنني لا أرى أي بديل آخر، حيث تستطيع الحكومات أن تتحدث مع الحكومات وتحل المشكلة وهي تتجاوز فهمها في الوقت الحالي، لأن الحكومات لم تخلق الإنترنت، ولكن الإنترنت كانت بسبب الاستمساك بالمبادئ للانفتاح والتحديث والابتكار، وهي ممارسة من جانب المجتمع. أريد فقط أن أتوقف عند هذا الحد، ونحن في هذه الجلسة المراد منها أن تكون تفاعلية، تعقيبات وملاحظات من الجميع. هذه ممارسة جيدة، وهذا هو معياري لكي نفهم كيف نرى ونحل المشكلات والأسئلة بطريقة مختلفة. أريد أن أضع الكلمات القمة التي يستخدمها الجميع من قبل مجتمع أصحاب المصلحة، الإنترنت، الIGF والمنظمات الدولية، هي الإنترنت التي تعقبها منظمات غير حكومية، وأن نفكر بطريقة مختلفة. المجتمع التقني يتحدث عن التفكير في الإنترنت أكثر، الأكاديمية تتحدث عن الإنترنت وتفكر أو التفكير، وهذه هي دعوات لاتخاذ إجراءات. وهذا مثال بسيط عن من نتحدث عن بعض الأمور المتشابهة، ولكن ليست بنفس القدر من الأهمية والمزايا. وأريد أن تكون هذه فرصة للإجراءات، للمجتمعات أن تشارك، والمجتمع المدني لديه دور كبير يطلع به، ومن الأهمية بمكان أن ننشر المعلومات وأن نتمكن من بناء الجسور وأن نيسر المشاركة الأكبر. شكرا جزيلا لماتيو. شكرا شوبي. والآن أرحب ونحن نرحب بتعقيبات وأسئلة من القاعة. هناك من يريد الكلمة؟ هل هناك من يريد أن يأخذ الكلمة؟ جوي ماتيو. هل هناك أيضا منظور الإقليمي؟ وأريد من مارك أن يدلي بدلوي في هذه الملاحظات. شكرا جزيلا جوي. أريد
أن أتحدث عن النقطة التي توقف عنها جوي أو جون. نعم، نحن نتحدث عن أصحاب المصلحة المتعددين، وأحد البحوث التي قمنا بدراستها اطلع بفريدريش إيبرت ستيفتونغ، ونظرت للأمم المتحدة، ونظرت في ما هي وما تعنيه هذه الشركات. وخلاصة هذا البحث أنه فكرة أو ممارسة أصحاب المصلحة المتعددين تعاني من العربة والحصان، أنه بدلا من أن نطرح السؤال كيف يمكن للمشكلة العالمية يمكن أن تحل في إطار التعددية الديمقراطية، وأقول التعددية والثقافية واللغات المتعددة. عادة فإن السؤال يبدو أنه يمكن أن يطرح كيف يمكن تعزيز نماذج المشاركة وتحسين الإدارة. ما قاله هذه الدراسة أيضا أو هذا البحث أنه لا يوجد موقف موحد لكل هذه الشركات. إذن الفاعلين المتخلفين الذين يرعون أهداف مختلفة. والبحث أيضا يحذر بأن هذه الترتيبات يمكن أن يكون هناك تشوه للمناقشة، وأيضا قلة من عملية التمثيل، وأيضا راعت الحكومات حقوق الإنسان. أتوقف عند أن الحصان قبل العربة، يجب أن ننظر إلى هذا المبدأ بطريقة أكثر واقعية. شكرا جزيلا. أود أن أطلب من الجميع أن يقدموا أنفسهم عند أخذ الكلمة. شكرا. ما في أردت فقط أن أشير لبعض النقاط التي تعتبر مفيدة في الإشارة في حتى نتفهم العملية متعددة الأطراف الفاعلة. وأود أن نتبادل فكرة ظهرت في الاجتماعات وهي تتعلق بهذه المناقشة ومحاولة التوصل إلى تفهم إذن متبادل لمبادئ التي اتفقنا عليها، ولكن تفهم كذلك لما نختلف فيه. ففي أحد المقترحات التي أثيرت عندما نتفكر في موضوع علامة للجودة للعمليات متعددة الأطراف الفاعلة ولتفهم للمبادئ التي نعتقد أنها هامة في تحديد العمليات متعددة القطاعات، وربما هذا الشرعية طبعا، وربما هذا سيكون جيد في الحوار عبر المجتمعات ليس فقط في العمليات نفسها، ولكن كيف نتبادل في العمليات المختلفة حول جودتها، وكيف يمكن إيجاد نظام بطريقة ما. وأعتقد سيكون مدخلا جيدا للتفكير فيه ولجس غوري. الآن نوبت لو سمحت نوربرت يتحدث باسم منتدى إذن حوكمة الإنترنت، ونحن نتحدث إذن على مثال جيد لجميع ما نستطيع أن نسميه التعامل مع الأحداث. والشركة يتحدث عن اختيار إذن متعددة أطراف متعددة الفاعلة والمساءلة والشفافية، وهناك إذن صراع حدث نتيجة لعدم الوضوح ولمجموعات الأطراف المختلفة. والأطراف المختلفة هناك إذن عملية تقسيم لعملية التمثيل ومفهوم التمثيل والمضي قدما الذي
يقوم إذا ما يعملون في تطوير المنتدى مع 3 نقاط بؤرية لمجموعة للشركاء إذا الأطراف فاعلة وتصنيفاتهم ولمجموعات العمل على التعاون والعمل من أجل إيجاد إذا مساءلة وشفافية بطريقة تستطيع أن تبني لنا ثقة ويشعر الأطراف أن ممثلون ليس فقط نتيجة لثقتهم في التمثيل المسؤول عن تغطية وتلبية احتياجاتهم ولكن ثقة في النظام ككل. النظام ككل هل هو منائما لوضع جميع الاهتمامات على الطاولة؟ فاليوم بعد إذا الغداء في رقم 127. شكرا كريم من سجل الأمم المتحدة المملكة المتحدة عفوا أتحدث بكم لخبرتي من نومينت. وأود أن أرحب إذا بالمبادئ المختلفة. هناك الكثير من التفكير الذي استمعنا إليه والتعقيبات المختلفة. أود أن أضيف تعقيبين. لقد لاحظت في النهاية أن هناك إذا تعقيب عن اتخاذ القرار وألاحظ أن هذا مثير للاهتمام لأن عادة الاي جي اف كان نموذج متعدد الأطراف كان إذا أساسا في اتخاذ القرار لم يكن يشارك في اتخاذ القرار لكن أصبح الآن وهذه أرض جديدة ولكن عملية اتخاذ القرار في إطار متعدد الأطراف يكون إذا محل تحدي وربما أحد النواحي الأساسية لاتخاذ القرار هو اتخاذ القرارات في التوقيتات المناسبة وإذا لا نكون جيد التوقيت فهذا ليس بالأمر جيد وكذلك الصياغة هنا أني إذا محظوظة حيث أن الإنجليزية لغتك ولكن رغم أنها لغتي الأولى فما زلت قادر على أعطاء إذا دلالات مختلفة لبعض هذه الكلمات وأنا أقترح أنه ربما نستطيع أن نصل إلى اتفاق حول الكلمات وحتى نعطي إذا أمثلة لبعض الإجراءات التي يمكن اتخاذها ليكون هذا مثير فمثلا في ما يخص عن المسألة تكون دراسة حالة صغيرة على كيف تم هذا في إحدى مجالات السياسة فهذا يساعد من ناحيتي جعل هذه الأمثلة حقيقية وتفادي التفسيرات المختلفة للكلمة شكرا لزلي هذا بالطبع تحقيق ذي دلالة وهناك تعقيب أعتقد أنه يجب أن نبدأ قدما نظرا لضيق الوقت فيلا الباتيا أعمل لأي تي أن تي وأمثل كذلك تمثيل لتحالفات صناعية في دلهي شركة مؤسسة شركة صناعية كبرى في دلهي أود أن أتحدث في على النموذج الذي قمنا بمناقشته ومحاولة إذن تأكيد هذا لما كنا نتحدث عن نموذج البرازيل كمثال النجاح أود أن أتحدث أود أن أقول أن وفقا لخبرتي 18 عاما في مجال اتصالات المعلومات ليس لدينا إذن جسم كهذا ولكن عندنا عملية للالتزام مع القطاعات المتعددة والأطراف المختلفة وتمثيلها في القانون فهي عملية تراث التشاور وتبادل المشاورات عندنا إذن تراث ضعيف وتحت قانون الاتصالات الذي يؤدي إلى قرارات تنفيذية من الحكومة
في مجال طبعا الاتصالات الذي يؤدي إلى قرارات قانونية، ليس فقط كالمشرعين مضطرون إلى العمل بطريقة فيها استجابة وفقا للقانون، لكن يطالب جميع الأطراف الفاعلة أن تأخذ في الاعتبار جميع أفكارهم في حالة أن الطرف يعتبر أنه لم يتم إذن أخذ في الاعتبار في عملية حرة مفتوحة، فيستطيعون أن يتخذوا قرارات الحكومة وجعلها إذن تترك جانبا، وهذا حدث في أكثر من فرصة، وبالتالي فإن القدرة على تعزيز التزامات أقوى وذات دلالة من الأطراف المتعددة مع الحكومة في اتخاذ القرارات، وإحدى الطرق إذن إلى وضع في القانون أن الحكومة يجب أن تشرح قراراتها، وكذلك استبعاد أي تعقيبات غير مسبقة. قد لا يكون إذن نموذج مرحب به في أماكن كثيرة، ولكن أعتقد أن في وضع السياسات نحو يجب أن أمرح نفس العملية، ولكن لابد أن أخذ هذا في الاعتبار. أود أن أوضح أن الحوار حول إذن كيف يكون نظام الأطراف كيف يجب أن يكون، أعتقد النقطة التي أود أن أشير إليها، يجب إذن أن توضح المداخلات التي تم تلقيها بإضافة إلى من رفضت مع تحديد هذا، يقوم بتعزيز العملية. وأود أن أختم بقول في الدول التي ليس لها إذن تراث طويل ولم تطور كثيرا، فيجب أن نوضع تحت قانون بطريقة بحيث يجب مراعاة جميع المبادئ. شكرا. سيد مارك، هل تود أن تعقب؟ سنمضي قدما. إذن شكرا جزيلا من إذن إدارة المملكة المتحدة خاصة للثقافة والرياضة وغيره، ونحن ملتزمين بالحديث في المنتدى مثل هذا، سواء في تحدي الاتصالات وعندما تحدث مواضيع الانترنت، وكذلك في اليون، وأنا مثل في هذا المملكة المتحدة ومنتديات أخرى، حيث هناك كثيرا من الفحص ونحن إذا نتحدث عن المشاركة في هذه ناقشتي بقدر الإمكان، وأود أن أتابع ولما ذكر من قبل في مداخلات حول خبرات الأمم المتحدة، خبرات عفوا المملكة المتحدة، وكما نقول نحن لنا تراث للتشاور في المملكة المتحدة عن كثير من المقترحات وآليات إذا قائمة وناشئة عمليات نشر ما يسمى بالأوراق الخضراء وأوراق بيضاء، ونحن إذن في مجال حكومة الحكومة على الإنترنت لقد قمنا بوضع إذن عملية للتشاور مع الجهات المشاركة والأطراف المشاركة، ولقد أشار السيد الوزير إلى هذا في أحد مداخلاته، وهذا ما إذن اللجنة الذي نسميها ماكيك، وهي المسؤولة على التشاور حول الحوكمة في الانترنت، وبها 40 ممثلا في ماكيك لإذا قطاعات الإدارة المختلفة، لأن قضايا الانترنت لا علاقة إذا بقضايا مختلفة وهي ممتدة، وبالطبع يشارك الكثير من الجهات مثل الحكومة والقطاع والمجتمع المدني والأكاديمية الأكاديميين، وبالطبع هناك أجندة كبيرة يحددها ما يحدث في مجال الإنترنت مثل ويسس والأي جي أف وإعدادات التحدث والاتصالات للأحداث القادمة، إذا هناك أجندة مليئة بالأحداث، ونقول هذا ما سيحدث و ما نستطيع أن نقوم به، ونتفهم إذن المفهوم بحيث نستطيع أن
انه اشارك بما يريده، ان نسير على ضوء ما يريده المشاركين ونتفاهم هذا. وعلى هذا المجال نحن اذا نشطون للغاية، وهناك المنتدى الاوروبي وهناك الحوار الاوروبي حول ما يسمى بيوريديك، حول الحوكمة في الانترنت، وهناك كذلك في داخل الكامن مالث البريطاني هناك اذا منتدى افتراضي، لا يوجد مثلا احداث منفردة في الكامن مالث، ولكن عندنا منتدى مفتوح هنا في بالي في الجمعة الصباح، وهناك الخبرة جيدة من ناحية اذا جمع الاطراف المحتملين واجراءات محددة تنتج على الحوار. والاي جي اف ليس بالجهة التي تتخذ القرارات، ولكنها تقوم بجمع الشركاء المفترضين، وهذا اذا هو محرك التعاون بين الاطراف المشاركة. هناك مبادرة كبرى حول هذا يوم الجمعة في جلستنا، وهذا مثلا مبادرة الكامن ويلث، وهناك كذلك اذا كل الشركاء الدوليين في بناء القدرات وغيرها. هناك الايكان، هناك مجلس اوروبا، هناك اتحاد دولة الارض، هناك كذلك مكتب الامم المتحدة المعني بجريمة المخدرات وغيرها، المؤسسات التي تشاهد في هذا مثل أمانة الكامن والث ومنظمة الاتصالات في الكامن والث، وكلها حول الطاولة. ولقد نتك عن هذه مناقشات مفتوحة نقوم بتيسيرها من خلال منتدى الكامن والث، وأعتقد أن القصة جيدة. هناك حوار، هناك أطراف مشاركة، وهذا يؤدي إلى إجراءات محددة في عملية مفتوحة، وأود أن أشير لهذا كمثال للحوار، وهذا يؤدي إلى إجراءات محددة. وشكرا. لا أرى أي أخرى لضيق الوقت، ننتقل ونقول فلنقوم ببعض التعقيبات. ولا أعتقد أنها كانت مناقشة مثير الاهتمام، ولقد تحدثنا عن التنوع في التعقيبات وتمثيل الجغرافيا والحاجة اللغة المشتركة وفهم مشترك لهذه المبادئ، وهناك في حاجة إلى فرصة للمشاركة بما فيها المشاركة. وتحدثنا عن قانونية وشرعية الغرض وأخذ إذن عدد الأجندة، وهناك عملية ليات شفافة مطلوبة وشرعية التمثيل وشفية عامة لهذه العمليات، وكيف يمكن المساهمة، وما هي إذا العوائد، وما هو المساءلة. أود أن أعطي كلمة لأديال، وأود أن أرى إذا كنا نستطيع بدون إذا صياغة الكلمات، وهذا كبير، إذا كنا نستطيع أن نصل إلى مفهوم من الغرض حول الكلمات التي تطلعنا إليها الآن كخطوة أولى. وإذا كنتم توافقون على هذا، أو أود أن نتفهم هذا. شكرا، شكرا جزيلا. لقد لاحظت كذلك أن بصفة عامة نحن كلنا ننتقل إلى مبادئ أساسية عندما نبدأ في دراسة التطبيقات وترجمة هذا إلى مجالات مختلفة من حوكمة الإنترنت وضع السياسة على مستوى البلاد. فبالطبع هذا يعتمد كثيرا على كيفية نقوم بدفع هذا الأمام ونستطيع أن نفهم هذا. لذا ما أعتقد أنه سنقوم به هو مراجعة ما ذكرناه هنا، ونرى ما هي أيها يمكن إذن أن نقوم بتطبيقها، وأين نحن نرى إذن التحديات كذلك عند تطبيق هذه المبادئ بصفة عامة. ولكن إذا لم يكن أي إذن تقابل حول
هذه كيف هم أين هو التحدي وكيف نستطيع أن نتعامل مع هذا الأمر؟ جون، بالنظر إلى النقاط المطروحة على أساس أمامنا، أعرف أن الآليات لاتخاذ القرار ومدى إذن الشفافية يغطي كيف إذن تتخذ القرارات، ولكن في هذا لا يغطي المواد المذكورة في المناقشة، ولكن إذا أن عملية إذن المشاركة متعددة الأطراف، هل هي كيف تعمل وهل تحتاج فقط الاتصالات، ولكن كيف يتم المضي قدما، وهذا ليس إذا كان موضوع خاص بالإنترنت أم لا، ولا يتحدث هل هي كانت مشاركة عن بعد. وإذا كان هناك مثلا أشخاص آخرين يحلون المشاكل، ولا هل هذا يشتمل على عمليات إذن إجبارية للتعقيب العام؟ وهل إذن المشاركة تتم من خلال هذا، أم هل ده يحتاج إلى حضور؟ هل أنت تحدث إذن عن تعقيبات وعن المشاركة عن بعد والوثائق اللازمة لعملية اتخاذ القرار، هل هذه الأشياء يمكن إدراجها في عملية الشفافية أم لا؟ يمكن كذلك اللغة المفروض هنا تقوم بتوفير عملية اتخاذ قرار وقرارات اتخاذ، و كل إذن ينعكس هذا القرار، فلابد إذن أن نتفهم أن هذا جزء أساسي من الشفافية. أعتقد أننا لم أكن واضح سيد بايمندر، ولكن قلت أن هذه المبادئ عندما يتم إعدادها في عملية اتخاذ القرار بناء على الإجماع في السياسة العامة هو قضية سياسية كبيرة، وأكرر نحن نتحدث عن قرارات السياسة العامة وصراعات السلطة. وأعطي مثال، مثلا أن لم يتم مثلا إلغاء بعض القرارات بناء على إجماع، فلا يمكن أن نقبل أننا نقوم بربط أنفسنا لأسس عملية اتخاذ القرار بالإجماع في عامة العامة، وهذا لم يكن مقبول لنا، وهذا ليس مقبول سياسيا لأي جميع من العمليات التي كنت أشارك فيها. أود أن أوضح أن هذه الحتة يجب أن تزل أو توضع بطريقة لا تجعله إذا مطبقة على عملية اتخاذ القرار العامة. وكذلك مبدأ أنا قد طلبته أن فكرة إذا مشاركة الأطراف هي إذا ما ظل، وأنه تزيد من مشاركة الذين يتركوا خارج هذه العملية، فهذا أحد أهم المبادئ اللي فنحن لسنا في حاجة لعملية إصلاح في الديمقراطية إذا كانت تعمل الديمقراطية، وإذا كان عملية مشاركة متعدد الأطراف هذا يعني أن إصلاح للديمقراطية، وهذا لم ينجح، فهذا نتيجة لأن الناس لا يمتلكون القوى السياسية، وأن مشاركة الأطراف الفاعلة له تبرير فقط إذا يزيد من القوى الديمقراطية. سوى النقطتين، إذا عملية نكون واضحين في أن اتخاذ القرار بالإجماع ليس ما شيء يجعل السياسة العامة ناجحة، وكذلك أن أود أن نوضح أن المشاركة متعددة للأطراف الفاعلة المتعددة يجب أن ينقد الديمقراطية. شكرا كذلك هذا سيد بارمايندر، عملية اتخاذ القرار
أمر يثير كثير من الجدل، لابد أن تؤخذ الحذر فيه، سنأخذ هذا في الاعتبار. ربما لا أنتهج نهج، وهناك بالطبع عملية تسجيل كبيرة تقوم بها للجلسات، تقوم بتسجيل كل ما نقول، ربما نستطيع أن نتحدث عن هذه الأمور بطريقة أكثر تعميما ثم نقول أن يؤخذ هذا ونأخذ في الاعتبار مختلف ما ذكره الأشخاص، ونأخذ هذا كشيء يؤخذ في الاعتبار. وأعتقد أن هذا يتحدث عن ممارسات مختلفة، وكي نستطيع أن نتفهم ماذا حدث هناك. وأخذ في الاعتبار موضوع التعديات، لا أود أن نتفهم ما يقوله الأشخاص، ويأخذ هذا في الاعتبار. نحن لنأخذ هذه الجلسة إذن فرصة لصياغة كلمات، ولكن نأخذ بالطبع ما ذكر في الاعتبار، فسنسجل كل التعقيبات ونأخذ المناقشة للأمام اتجاه أو إلى الاي جي اف القادمة، وبناء على ما سيظهر على الشاشة أمامنا كسجل لما يحدث. شكرا سيد ماثيو، أعتقد أن هناك الكثير من الورش العمل أثناء هذا الأسبوع، والتي ستقوم بأعطانا كذلك مشاركات في هذه المناقشة. فلسنا إذن أصحاب الكلمة الأخيرة هنا، وكل المساهمات ستساعد على إثارة هذه المناقشة ونمضي بها قدما. هل هناك أي تعقيب آخر على التحديات وتطبيق التحدي المحدد لهذا؟ شكرا. ليس أمام مثلا تطبيق محدد، ولكن أود أن أقول أن هناك تطبيقات محددة، فأعتقد أن أساس المبادئ هو أن هناك نوع من الإجماع التشريعي ما بين الأطراف المشاركة، فهناك إجماع منهم حول مجموعة متقاسمة من الأهداف والقواعد، وأعتقد أن هناك مشكلة في هذا. فعندما نتحدث عن أطرافنا فنحن نتحدث عن مصالح، وفي الكثير من الأطر وكثير من القرارات هناك إذن صراعات ما بين المصالح، وهناك إذن أحيانا هذا لا أرى في المبادئ وما ظهر في المناقشة اليوم، كيف في هذا الإطار أنواع هذه التعارضات والنزاعات في المصالح كيف نستطيع نتعامل معها. أعتقد مثلا في النواحي التشريعية عندما هناك مصلحة أو شيء كيف نستطيع نتعامل مع هذا الأمر، ربما هذا يأخذنا في قضية أثيرت من قبل، هي قضية العلاقات بين الأطراف الفعل المختلفة الديمقراطية. فأحد الفضائل والمسمات الأساسية للديمقراطية هو قدرتها على تسوية وحل الصراعات النامية في العامة في المجتمع، ربما ليس للرضا جميع ولكن إلى درجة من الرضا بين الأطراف المختلفة. والتحدي الذي أراه هو بين الأطر المختلفة وفي عمل اتخاذ القرار، إذن إنه نصل إلى طريقة لحل هذه النزاعات. إذن عندنا تعقيبين آخرين. شكرا، لقد قلتم هذا. يمكن إذن تكرار الأفكار السابقة، المتبالة حول بعض المناقشات وعملية تفهم لعملية مساعدة في نوع من الأسس عالية الجودة، ونستطيع أن تؤدي إلى قياس المبادئ واستكشاف أفكار
جديدة وستكون مدخل إذن هام ومفيد للأجيال المختلفة، وتأخذ في الاعتبار المشاركين الآخرين. وفي النسبة نقطة لجمع الآراء حول رأي معيد، هناك أفكار مختلفة، لكن لا أريد أن هذا يمنعنا في اتخاذ القرار لهذه العمليات التي تعتمد على الإجماع، سواء إذا كان إذن هناك جوانب في الجودة وأعتقد أن هذا لا يعتمد على عملية بعد استبعاد هذا من المبادئ. وحول نقطة صارت حول جودة هذا، ولكن شكرا سيدتي. أعتقد أن أخذ التعقيب الأخير. سيد جون، تود أن تقول شيء؟ نأخذ هذا بداية. شكرا جزيلا. سنة 8 وأنا من فيجي، أو سالة مارين ريكار مارو، وأود إذن أن تبادل بعض الأفكار ومما نحدث فيه إطار جديد في عملية إذن الحكام في الإنترنت، وإذا كان هذا اختيار لإذن لمشاركة جهات كثيرة. وأعتقد أن الشيء الأساسي في عملية حوارنا والأسس الفلسفية، ولكن في الحقيقة تستطيع أن يكون هناك شخص من الحكومة وعشرة من المجتمع المدني وربما اثنين من الشركات، ولكن هذا الشخص يستطيع أن يقوم إذن بتجاوز في آراء الغرفة. والأعداد لا تحل المشكلة، ولكن تساعد في عملية ضمان وتجميع مستوى للمساواة في الكلمات. ولكن أعتقد بعد قولي هذا لابد التركيز، وستناول النقطة الفلسفية. يجب أن نبتعد عن هذا وننتقل إلى الصورة الأكبر، ماذا نقوم بهذا بحيث يتفهم الموضوع بنهاية اليوم. فأن الشركات يعملون على المستهلكين والحكومات قائمة لمراعاة المواطنين ومصالحهم، وفي نفس الوقت المجتمع المدني نوع من إذن جهة الحراسة، وبالتالي أن المداخل المبنية على القيمة يجب أن تكون حول الناس. شكرا جزيلا لهذا المدخل الجديد، ونحن الآن يمضي الوقت، نستطيع من أخذ التقطيبات، ولكن يمكن إرسال بالبريد إذا أردت. ماثيو، هل تود أن تعقب؟ نعم، أعتبر أن الوقت انتهى وسنكون هنا في الاستلام ما لديكم من ملاحظات، وأعطي الكلمة الآن لسيد رئيس الجلسة. شكرا للمثير، شكرا للعدل. سيدتي وسادتي، لقد تابعت كافة المناقشات بكل عناية، وهي كلها مهمة والعملية صعبة للغاية بطبيعة الحال، ولكننا نقدر قيمة هذه الموضوعات التي نناقشها هنا بالنسبة لإندونيسيا. وقد ذكر زميلي أن هناك أكثر من 450 مجموعة إثنية، وعندنا مئات اللغات، إلا أن اللغة الوطنية هي لغة أقل مجموعة إثنية، و نحن نحترم الجميع بنفس القدر. نحن رمزنا هو النجاح في التنوع، حتى الأجيال الجديدة
ربما تجد بعض الصعوبة في الثقافات الجديدة، ولكنها تشارك فيها بكل عناية لأن البيئة العامة تتغير. بالي ويمكن أن تنتج الأفكار الرائعة، وبطبيعة الحال نحن نستطيع أن نفعل ذلك، وستتم المناقشة في حوارات خاصة حول هذه الموضوعات. وبهذه النقطة أن أنهي هذه الجلسة عن التعاون بين الأطراف المتعددة وأصحاب المصالح المتعددين. شكرا لكم جميعا، شكرا لماركوس وأديل وماثيو، وأتمنى لكم إقامة طيبة في بالي. كلما طالت مدة زيارتكم كلما كان هذا أفضل بالنسبة لاقتصاد البلد، وشكرا لكم.